في شأن تنموية تواصل ودولة مشهوداتها لفك العزلة عن المناطق النائية التي تضررت في وقت مضى من تبعة العشرية السوداء، وذلك بتصدير جملة من البرامج التنموية التي تسمح باستقرار السكان وعودتهم إلى أراضيهم. النموذج من بلدية بعطاب بلمدية مع كريمة الأشمت. بين سفوح جبال ولاية لمدية وغلنا لتستوقفنا بلدية بعطة بقراها ومداشرها المترامية الأطراف وسط غابات يأسرك جمال مناظرها الممزوج بالأمان. البلاصة هذه كانت الإرهاب، الناس هنا هربت قاعيتك، ودوك بعد هذه السنين اللي فاتت الحمد لله الدولة تاعنا حماتنا وطاتنا بنيان الريفي وكل ما لازم بفضل سياسة الدولة اللي نشكرها على كل حال. المجهودات الدولة في المجال الفلاحي والمجال التنموي ومرافقة لأهالي المنطقة، برامج تنموية استفادت منها البلدية. دارونا لي سونتر باش يقراو البنات، الحمد لله رانا نقراو في الجامع. كنا بكري منعزلين ماشي كيما رانا دوكا، الحمد لله بكري كنا داخلين نقراو، انايا كنت بكري نقرا داخلي، كنا نعانو بزاف. دوكا درنا رانا الحمد لله خارجين، نروحو نعاودو نولو لبيوتنا. قمنا بالمشاريع تاع فتح المسالك نتاع السكن الريفي، المياه الصالحة للشرب، قمنا بلاسينيسمون، قمنا بربط الكهرباء، قمنا بالحمد لله تفتح الطريق هذا اللي كان مدة 20 سنة وهو مغلوق، اللي رقم 64 اللي هو يؤدي ما بين بعطة وبقرة. الغاز الطبيعي إن شاء الله راهم عطونا سجلونا إن شاء الله 2014 إن شاء الله تبدأ العملية. بالنسبة للصحة عندنا قاعة علاج في دوار السبت وقاعة علاج في بعطة مركز، وعندنا مجمع مدرسي. لتواصل عجلة التنمية مسارها بمناطق الولاية حيثما كانت حاجة المواطن تنمويا واجتماعيا لغد أفضل تكفله الدولة.